لسه مكملين معاكم، وعندنا بقى دلوقتي العاب الترابيزه بتاعتنا، المتاهه بتاعتنا. بس النهارده هنلعب بكور وطباق، كل واحد هيحاول ان هو يعدي الكور ونشوف مين هيوصل الاول، وهيبقى بيهويها بالطبق. فمين هتعملوا ايه؟ طيب بس انا هحط الكور اهي وارجع لورا. ثانيه ما حدش يبتدي غير لما اقول يلا. يلا ريدي ستادي اند جو. الله يوسف دخل بسرعه، برافو يا يوسف. وكمان بيرلي دخلت بسرعة، يوسف طلع تاني. لا يا يوسف ما بنعملش الحركات دي. لا يا بيرلي بالهوا بالهوا يا بيرلي. ايوه يا بيرلي، برافو بيرلي، بلاش الحركات دي. بالهوا بس، ما بنلمسش الكورة، ما بنلمسش الكورة يا بيرلي، ما بنلمسش الكورة. لفي الناحية التانية، لفي لها. يوسف لسه مزنوق في البلوك التاني. الله طلع التاني، يلا دخلها. معلش معلش هتخش. هو في ايه؟ هو في ايه؟ هوا بقى، هنعمل ايه؟ جرب تكنيك هوا. لا 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 لا، هي بنلعب بينج بونج يا راجل اهي. يلا ايوه دخلت تاني. بيرلي قربت تخلص. بيرلي هتطلع ولا ايه؟ بيرلي هتطلع ولا ايه؟ هتطلع بيرلي ولا ايه؟ بيرلي مركزه جدا، كورتها عماله تروح وتيجي، شكلها طالعه تاني. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، الاثنين طلعوا بره. الاثنين طلعوا بره. يلا يلا. كانوا قربوا، الاثنين طلعوا بره، رجعوا تاني. دخلنا البلوك الاولاني تاني. هل يا نهار ابيض يا عيني يا بيرلي، كل شويه تطلع بره رغم انها كانت مقربه، مقربه جامد، مقربه على النهايه. هتطلع تاني يا يوسف ولا ايه؟ هتطلع تاني يا يوسف ولا ايه؟ لا دخلنا. ايوه يا يوسف، ايوه يا يوسف، ايوه بتشوي دورها. يلا يلا يا يوسف، هو جامد. الله يوسف دخل في الثالثة. بيرلي عمالة تطلع يا عيني يا بيرلي، مع انها كانت قربت، كانت قربت جامد. انا ايدي مش انت من ايدك مش ايه؟ اشوي كده اشوي. ايوه جامد جامد. هوا ايوه، برافو يا ايوه. ايوه كده، يلا هوي 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 جامد. فين الشوي؟ تشويش ولا ايه؟ يلا يا نهار ابيض يا عيني يا بيرلي، صعبتي عليا. يوسف دخل في البلوك الثالثة. يوسف هيطلع، يوسف هيطلع ولا ايه؟ يوسف هيطلع ولا ايه؟ يوسف هيطلع ولا ايه؟ هيكسب ولا ايه؟ ها بيرلي يا عيني يا بيرلي. لا 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 لا، حسبي يا نهار ابيض، رجعنا من الاول يا يوسف. وبيرلي دخلت البلوك الثاني، موضوع صعب قوي. هنروح فين وهنيجي منين؟ لا لا بيرلي بلاش الحركات دي. هوا بس هوا بس هوا بس. ها هوا بس هوا بس. بيرلي كسبت. بيرلي كسبت بعد يعني ماتش فظيع رهيب، مش ممكن. بيرلي هي الفائزه الاولى في لعبه الترابيزه النهارده. بس جود جوب والله يوسف، كانوا الاثنين كل شويه كل ما يقربوا يرجعوا تاني. تعالوا نشوف اللعبه اللي تانيه معانا هنا على الترابيزه هتبقى ايه. جينا بقى للعبة التانية، معانا الأستاذ جايدن والأستاذة سارة. هنشوف بقى مين اللي هيوقف الإزازة. كل ما حد يوقف الإزازة مرة هتبقى الكورة بتيجي ناحيته، ونشوف الكورة هتروح عند ناحية مين وتخلص فين. جاهزين؟ جاهزين. واحد واحد بقى، يلا جايدن. آه سارة ماشي، جايدن ماشي، سارة سارة جايدن. جايدن ده سارة. جايدن، برافو جايدن. سارة سارة. جايدن ماشي هيجيبها. سارة جايدن سارة جايدن. الله فاضل ايه؟ اتنين. سارة ماشي، جايدن برافو، فاضل واحدة يا جايدن. ماشي جايدن سارة. يلا يلا يا سوسو، بلاها سوسو. يلا جوجو. يلا سارة. يلا يا جوجو ماشي سارة. سارة تعود، سارة تعود، سارة من جديد. سارة واو، يلا يا سارة. أيوة يا سارة، أيوة يا سارة. يلا يا سوسو. الله لا ما جاتش، برافو يا جوجو. يلا يا سوسو. يلا جايب سارة. يلا يا سوسو. سارة قربنا عند سارة.
جيدن كان فاضل له واحده ويكسب. هل ساره ولا جيدن؟ ماتش قوي جدا. جينا تاني يلا. ساره واو واو. وبعدين يلا جيدن. برافو. يلا يا سوسو. جوجو. برافو يا جيدن. ساره. برافو يا ساره. جيدن. مش ممكن بقى. ساره. 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 فاضل لك واحده. لا فاضل لك اثنين. الله الله الله. برافو. لا مش مصدقه مش مصدقه. ايه يا ساره ده؟ يلا يا جوجو. الله 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 الله. يلا يا ساره. ماشي. ساره انا مش مصدقه الماتش ده. مش مصدقه كمان ان انتوا قد ايه لغايه الاخر. يلا جيدن. جيدن. حلوه دي. برافو يا جوجو. شكلك ايه؟ عايز تكسب؟ عايز تكسب يعني. ساره وانت شكلك ايه؟ جاي اكسب النهارده. ماشي يلا. ايه الشطاره دي؟ ايه الحق؟ ماشي عديها. يلا يلا. هتلعبها في البيت مع اخواتك؟ هبقى احاول. هتقاوي قوي. يلا يا جوجو. يلا يا جوجو. جيدن تاني. يلا يا جوجو. ساره قصدي. يلا يا جوجو. جيدن ده احنا قربنا نوصل للاخر. فاضل لك زلطه وتطلع بره. وقد كسب جيدن. يا على الماتش الفظيع ده. جيدن هو اللي كسب معانا بعد اصرار وتحدي رهيب من ساره. يلا نشوف اللعبه اللي بعدها على الترابيزه على طول. برافو جوجو. ترقب وحماس بقى في اللعبه الثالثه ما بين يوسف وبيرلي. كل واحد قدامه حبه من الكور. الكور دي لو خلصت خلاص احنا خلصنا. هي راوند واحده ونشوف مين فيكو هيدخل اكبر عدد كور جوه الكوبايات اللي قدامه. جاهزين؟ جاهزين. يلا نقول ريدي ستادي اند. يا نهار ابيض على الترقب والحماس والتركيز. جو. ايه الاثنين دخل. الله 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 الله. نطلع دي. الله. كلهم في حته واحده. يلا. الله 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 الله. ماشي. في واحدة دخلت هنا؟ أهي. في هنا واحدة؟ لا. يلا. الله. اتنين واتنين. في واحدة هنا؟ وفي واحدة هنا. يلا. كل واحد قدامه كوباية واحدة. مين اللي هيكسب؟ مين اللي هيكسب؟ أنت خلصت كورك. هنشوف بيرلي هتدخل ولا هتتعادلوا. تعادلوا كده. يبقى يوسف وبيرلي الاثنين تعادلوا والاثنين سابوا بس اخر كوبايتين. وبكده يبقى برضو خلصنا لعبنا النهارده في الجزء الاول. استنونا في الجزء الثاني بكره في نفس الميعاد. لعب ثانيه وتحديات ثانيه مع الاسرتين الحلوين. يا رب تبقوا انبسطتوا زي ما احنا اتبسطنا. باي باي.